وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تعلمون أن الشيطان عدو لدود لبني آدم، فقد أخبر بذلك رب العالمين فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو في جهد جهيد وسعي حثيث، ولا يزال يبعث جنوده ويرسل سراياه ليفسد على بني آدم حياتهم ويضلهم عن دينهم. فإذا دخل الشيطان يا عباد الله بيتا من البيوت عاث فيه الفساد وأوقع الفتن بين أهله وزرع الفرقة بين الأحباب وانقلبت المودة إلى عداوات والتطاوع إلى تناحر والرحمة إلى عذاب وجحيم. ولكن من فضل الله علينا يا عباد الله أن جعل لنا تحصينات منيعة تحول بينه وبين الوصول إلى بيوتنا. أيها المسلمون عباد الله، لما أنت روحك أكسنتي نتكدر أكسنتهين شيطان كوين وعدو هالسوية هاي بني آدمك الله خالقه يساق أبو ريحك وقال كواه بني آدم كان عدوك وقال بدنياني كيرين أي وركا يا حقيقة إن وشاقي إن الشيطان لكم عدو إنه إلهي إن الله أضليا شيطان عدو إيدي هاي فاتخذوه عدوا أي عاملوه معاملة العدو لعدوه. وحاضر دقنتان قفك عدو قيس السيدو ولا رغمه وإسكيلا لي وانا كدكتون ياهي وانا الردي سنة فوتشيقنان شوكتا أيو كلي ياهي شايدان وحاو دادال كيسو داني سبوك يا يورد نوغو تشرا عيدا مدي سنة مالي والبو صدرا بني آدم كسيدو نولشو وخرب لها دين تود حق إلهي وسودت يسدو قلو من لها وحاو كد ذالي أددك قريه ودين وقصو قلو شايدان قريقا وقلانا وقري خرب مي وفسهادين ايا وحمين ايا بلا يدحبق يا أددك قريقا سيكون نول وحاو كد حبير يا خلاف يا خلخل ذاتك استعلاب اسمعاية dad kii ismaqli jiray soo dhagan nugla ayaa noqonaya dad anaadiya dhagaadeeg laga soo taago dad kii sun xariisan jiray baa waxay noqonayaan kuwaani suturino is ciqaaba arimaas in badan oo kamid waxay ka dhasheen min dukhuli shaytaani lil buyut soo galista shaydaanku guryaha uu soo galay allah khaliqa subhanahu wa ta'ala الرحمن الرحيم وحكم إذا وحيا به ونوب النعمي عدو قاها لست ويرركا شوك تدا إنه وهي رفيسي هذا قاها إنه كقله موسس هذا قاها إنه استقلق نه تاسيو كور استاكت قريه إنه صقله شان كم إذا رفيسي هذا الشرع قاها النبي عليه الصلاة والسلام ينوشي
نفطاضي يا ريركاغ يا غوريغاغا شيطان كاد كغا دفاعي كرتو ايا باذن الله تعالى ما انت نسو شيغي دونا رفيسك كواد وحياي ذكر الله عند دخول البيت قف ولما مركو غوريغا سو غلاي قف كاستو كم اذا ددك غوريغا سي دغنا ما سو غلاي وانو كسو غلا حسك الهي سبحانه وتعالى وبسم الله ويراهدو إلهي سبحانه وتعالى حسكي سواهبك أهلي سيسا الشيطان لسك قد دفاعه وانا كشيطان أبقى بدن يهي هديو مغلانا هديو مغلانا وعرارو بحصل وحولي صحابي قلنا جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء دمر كنا والمد وإلهي حس مركب وقلا مركب عنت شيطان كوحنا يسقى الله الله يا شيطان تيكلا الباب كاكتي سألو فيسك كغترتي وحي سقيا نوها قريقاسين القلال سيأي قريقاسي حماني فساد نحني سوقصة ميان وارس كالنقضة ميلادو ويتان يا عشاد عمتان من ينايد المطار لا مميت لكم ولا عشاء عوى دبتشي ريسان قدو دينوات كسي حريسان وحاهو إلا عندي قشي الدين تا قدو ديني كسي إحدان السببي وذكر الله عند دخول البيت الذي تساهل به كثير من البشر وإن إلهي أضنك وحسمرك قريقا وقلاهي أرنت أسيوين بضان وضتك كم من يأي فضو ديستان صوابتين شيادين تقريه ودين كل حرودان وله إدان عنتدو دين دين عودا يكسو قلان وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله أدركتم المبيت مركب وقفك قريقي سقاله إلهنا نحسن شيطان كوحو لايسق وصاحب بدي وبشارين آية هرت ميلا هويقي وحاصل وقريقي مرهدان بسنك كوغل الوغل كرنا وإذا يذكر الله عند طعام قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء انتدي الله صديقا هذا بسنك وقبان شيطان كوحي له هذا عشد هنا وايدين كدر سنت وميرات سيحتان يوحد عمتان لبدا بواد هاي سطان ماشي سيحان يواقوري قاقا عمتدا هاي عنيان عاليان وذي درير كود هاي كدر دين ايان واتا دادقو عني صح امرارك قار كود ميرا كامرتيا قرن وايسو أضعي فربضاً كعني أيها المسلمون عباد الله هل هو قادة لفيسك أدك إني محمد النوشيق عليه الصلاة والسلام وهو سهل وميسر على من يسره الله له وارنادي يا رفضل عند إلهي رفضل يا سبحانه وتعالى قلبي قيسي عرب كيسنا لقب صدان حسك ربي رفيسك الله بعد وحيه يا عباد الله إغلاق الأبواب والتصمية عند إغلاقها إن الباب بدأ لحره الباب كمرك الله حره ينا الوحره بسم الله تطبضن بالله يا بين اسكس إحلان قريه ولا الباب بدأ يفريه أرنت أسواحي كميته وحيا با شيطان كوفو يقوري غير مصقره الباب كهدي الله حرام بس إن كان لغو حرنا شيطان كواحد وقدي جم تعينا لغ حرنا لكن هدي الله حرام بس إن كان لغو حرام ما فوري كرم من السوق اللي كره وحول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيله وحيره أغلق الأبواب واذكر اسم الله الباب هذا حرنا
مقع إلهنا سبحانه وتعالى حصو صاحب القادم كذا الباب كحرسان بسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا الباب لحره يا مركي لحره يا بسنك الله قبطي شيطانكم مفركره تلوين كلو راعي النبي عليه الصلاة والسلام وضدك قريها الدقنائي كقبت باري كران لباتوين قريها نحن ذكوهر لها وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله قرب ذينا أفكا كحي لنور النبي عليه الصلاة والسلام بسن كان أوقبتا ويالكستوبي الله تانوى اللمد تانقي قو إسكاف بنام بالغيابا هبين كي دب ذنين كس إحنام وشيطان كو كعبو أما بسعود الرضا وشيقين رسولك إني وريقان وويلاف بنانا يكتان إني وقود عام دابا يتندد كي يقولي غتشوغي حنون يعود رأيك بحوايان وخمروا آنيتكم ويلكين الضبول أمور النبي عليه الصلاة والسلام هذه حتى واحد قد دبول الله وهو رسولك الشيقين إن وحن الله دول لغا صحر يرى مقري يرنا هذا أما سيئن لفور ويلك كون ليف ليفين حنو الله قا حنو ندور يقان واذكور اسم الله وان تعرضوا عليها شيئا واطفئوا صابيحكم فنسيدنا بختيه من النبي عليه الصلاة والسلام ضبوا دارنا والله مت النار التي طب كان كورن تدا يسوي كم تشير بعيد هذا نحن علمه هذه هالس كلا الله قب قهين وعلا تشيرين كرا أما تريك النقطة أما فينوس أما ضب كلو بريك كشدا ضب كاس النور إلا يا دفيس وين وكم إذا دفيس هذا لقى جل شيء عدين يدير وين الله يسجد ديكو وقريها لقى عليه وقراءة القرآن في البيت سيما وين قريها وآخر يوم قارها القرآن كوا هذا الكيله سبحانه وتعالى له آثر وقوة عظيمة وحلي الراد حيل دير يا ود علس شياطين تومات كيسن كران فهو أعظم ما يطرط الشيطان من البيت ويمنعه من دخوله ووحوين شياطين تقول يا كيريا إن يسوق لنا كور استاجع قولي قهدي القرآن كله آخر يا شياطين توك على ريان ملائكة الرحمن وكسر دواريا هذه قرية ونقل قرية بلا قرآن وحن قرآن يا ملائكة ملائكة كفوقتها ويكون مأوى للشياطين شياطين تأيوه يوم قرية قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر قريهن حوالها كدقنا بول النبي عليه الصلاة والسلام قريها كنت كذا قرآنك وآخريا تصوحي دليل طي حوالو إن أنا إميل قلت كذا ولا تصلوا إليها بول النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلاة دولتك السنين حوالو ماها ميل قرآن لغو آخريا ميل ضدك النولين تيتقان إلهي يوم العبادة استانه كنت كدان أما إلهي كبريان أما وجود ذكريان أما القرآن كأخريان ما حباله الشريعة أمرت بإبعاد العبادة عن المقابر حديث النبي قال النبي وحي عضين الساعة عبادنا هي حبالها إلا كلفقية سأنو الشيطان كنت كحبالها وقف اثنين والشرك هنا يكون عن صببان يارنتا سوق النقر حتى قفكم مركو حبالا صومر أمو بوقضه لا يشرع قراءة القرآن عند المقابر
شرع ما بل وبدع إن قرآن لقى آخر يحبالها أكتود نبي قيلنا قرآن ما آخر كيرين أصحابتي سلموا بارين كوب يطبان قلوا والله يفاتحوين يين آخريان بل علمهم دعاء عظيما يدعون بها للموتى في القبور وحو النبي قباري عليه الصلاة والسلام دعاء قيمة له وددك الانتي حبالها كتشرا يقول دعيان إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة قرين حبالها كدقين قرآن كو آخريا شيطان كو كفر ندا سورة البقرة سأسول النبي عليه الصلاة والسلام وما ببعدي كرى الشيطان كو سورة البقرة مان بن بشير قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام إلهي كتاب قرى والقدب إلهي قرى سبحانه وتعالى انتانو أبورين سموين كيان للك لبكون وصندوت كور قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين كتاب كوحي قرى ختم بهما سورة البقرة آمن الرسول والله بدأ يكبر أما لا يقرآن في دار فيقربها شيطان سائل ولا يقرآن في فيقرأ أدن بي سورة البقرة هو يقال الأخير أبدأ أيضا بالآخرين إن كلا بعد قولي قاس الشيطان وما سور دواد إنو قريس كداء وما بسور دواد وما سور دوان كرما أقابا وكدر كيا وكفو قاني وكو رواية النسائين وحي فائدين دي اللغو آخر شيطان هذا صد حبيلنا مسوتي سنعين وانكو صدقنا هين قريقاس آيات وارمو يهوب إلهي النسي وعادوا فضب وعادوا قا إلهي نسكي علم كرنا لكن ذاتك بدل كودوا يضيعان أرنك صدحات أما القرآن كان روحا كمدا شيطان كي نجعل لي سورة البقرة نكمدا آية الكرسي إن وقفك آخر آية الكرسي مركو هردو ديار قروبا إيقو قشي يسوي مادو أبو هريرة رضي الله عنه وحقار كايو إلى لنائي سكات الفدر دي لسور ريا انتان لقايبين شيطان من بني آدم يسكسوا متلبا ويمي هبين كي كوباد واقبت يا أبو هريرة وعوضي من فقير بانا عرور يريري ضد بان بان كيمي سيدا وسيدا انت وون حريستي هبين كي لباد مصان نقضي يسكوا سكات الفدر دي حان توبين يا أبو كوقبت يا أبو هريرة سيدو كان وعوضي وحانو بلان قادي هبين دبين أنو صان نقونا هاي أبو هريرة واسك سيدا هبين كي صدحات وحدنا قبطي وحول الله أرفعنك إلى رسول الله وهبين حالة تغيير كسيد داي نبي قال عليه الصلاة والسلام كو قيني دبيتنا وحكولي لا تفع لا ترفعني إلى رسول الله أبو هريرة لن عادي وإنسي أبو مولي رسولك هاي قيني دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ورداء رسولك هاي قيني كلمة دان كبارا يا إلهي وانفعه وما عيت له كلمة دهاس
هذا شيطانك إلا واحد نبا يا واحد ماشى وقص على كعلين كراعي ساكة قانا ما تشير توايا قانا يسوي حقوق قلب وياي. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي مركات قوغش هذا تكتو آية الكرسي داخل سو الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها ما ينسو ويمحى آية الكرسي دا المهلية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ إلهي ما كو صدر يعدكو إلى لسا هبين كاسو دنقار كاهيسا بسبب آية الكرسي ولا يقربك شيطان حتى تصبح شيطانك ما سوى انكره الا واغوك برياي. ابو هريره رضي الله عنه ارنك رسولك عليه الصلاه والسلام وشيكي وورك ما نقرنها قفا نقرنها وركي سلام قاط لكن نبي صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان رمكو شيغي سوغو بين الا ان سينمو هاي نوحي صدح دي هبين بعد مربقه بين الساد سي ديني مركا ايه الكرسي لو قفوا لو غري لو هينا يا اخر يوم مركا او غغشي ستغو الى ايبا ملائكه الى لسو دراي شيطان كنا كوما سو دحي كرو اسكدغا وحي لا يو كو عياره علي افضل الصلاه والتسليم ايها المسلمون عباد الله بفيسيدا إلهي بينو هاي سنة يدير الكاسي عدك أو إنو شاقيا الصادق المصدوق محمد سيد ولد آدم يوم القيامة إن شيطان كانو كقبت بعدين يدي باتريس فما لنا نضيعها ما حينو ضيعينا لا يكون ذلك إلا عن غفلة أرنت نوع عاسي وحي كدلتا قفكو قلبي سو كسي جيدو وغيهي لحريرك إلهي سبحانه وتعالى يحسي تانكيس رفايس كافرات يدير كادغا لسقدغا شيادينتا وتطهير البيت وتنظيفه من كل ما يجلب إليه الشيطان وقرغا غينات كنذي في صد كطاهر الصوت وحكستو شيطان كالباب ذا وفراي شيطان كان قريقا قد احلي سوغا باقا يوغا يراي وحيا باسي وحاكمي ذو كوكا الغناء والمزامير والمعازف هيسها يموسيقى هيسها لطمه إنه صوت ودواقي سوك عليهاي ما شو كبحانا ووسو دقدقا هذا قريقا كشي الدور هذا هو باقي ويارى الشيطان وركال قريقا إلهي باوحوري سبحانه وتعالى يسوغو إبليس له الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك كذا وده بني آدم ككمدة واحد كدد ستا وكدوف ستا صوت كاقة قال مجاهد رحمه الله وتابعي وأرضيه عبد الله بن عباس صوته اللهو والغناء صوت كي يدواق الشيطان كي إلى هذا وكل شيء وهي صهي وحال قمار الربيل وقرى عبوه قريها هي صهي لقنا ذي فيه موسيقى هذيك الشيطان ولي يكبح مايو ويوحي وتعرابا كده احترا يا وحي وسوء يا جناي يا علامة وسوء بدان سناي أرنك اللي بدو على جراس وتشلسك أما هنقدر كنسل الله قراعه أما هنقدر على جراس الموسيقية تشلسك تشلسك قاب كموسيقى كروضع أما هنقدر أجراس الكنائس تشلس يدا كنيسة دوها يقراع ده وحاو كميديا وحيابا شهدانكو وصوهيكتو حتى ساعدها وإن لقبي يعودك تشلسك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة الجرس مزامير الشيطان تشلسكو وعودك شهدانك وعودك شهدانكو وشعليا
marka la garaaco ku farxo marka kaana guriga laga fogeeyo waxa kamida waxyaaba sheeydaanku u soo eeganayo at-tasawir was-sulban sawirada waxyaaba nafta leh albanaydadka qaarkood guryahooda dhex dhigteen qaarna sawiro wax nool bay gidaarada ku sharaxdeen haddana waxay ka cabanayaan khalkhal iyo dhibaato guriga dhexdiisa ka jirta waxaanaanay ogeyn sawirkan inuu yahay majlaba lishayaatiin wamidcaatun lahu laha wax shayaadiinta soo jiidaayo u yeedhaaya inuu yahay faqad qaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ملائكة ما سوغشة قري أيو دحشوبه نجاسدي سي حمانتي سي ملائكة دي دي يعني. ما شحنا وحو معي كوريان ملائكة مبي مدى وأي وارني بصدار أيقنا ووحنا النظيفة هين malaa'igtu ma soo gasho guri sawir u dhex yaal sawirkana waxaa looga jeeda taswiiru suuratu dawaati larwaax ama sawir dad ha noqdo ama sawir xayawaan ha noqdo walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisii soo galay isagoo marka hore safar ku maqnaa oo ishiisu ay ku dhacday daaha caaisha ay guriga ku sii xidhay oo sawir leh dib buu uga istaagay rasuulku waxaan ihi yaa caaisha ما هذه التصاوير عائشة وما حيصور رضاني ما نسوى قال إن قولي قيسي إلا صور كاسي لبابية وما رضا سيلا ترتري صور كي قاب قيد وكلاو نقضي وقال بركما يوحي أبنو عاسي لك السمي قولي ملايكتو أي كما قنتهاي وحمان كترتاي كن عضي عند سوى بدلي سميشا سوى قليسا والشياطين ولهذا قفك مسلم كاي صور رضا قريقي سوائل وكالدقاء الله انت يا ودي ستاي وحل سهشدنا ماها وحا ملائكة رحمة ملائكة الرحمة اي قريقا كما قرانسا وحل ميدا الصلبان جمع الصليب معتب كوحا ليدا يسور كيس وين قريقا لقالدقاء الله وايو انه شعار كفر واستان قال نمو وهي استان تيارين بينه وعيسى سيدا لو دلدل بين وانا يعبدان والنصارى يعبدون الصليب مركا وح الهي سبحانه وتعالى سكدي لعابده وكفار مشركين تاي اي وينيان ان تقولي قاقا كواي شكلا توحيدك يا إيمانك يا دعوة عسى شيادين تنقري قاقا ووسو تشيليسا ولهذا ما وحيت لعائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقض رواه البخاري نبي عليه الصلاة والسلام وح معتب سورة إليه gurigiisa kagama tegi jirin waa baabin jira waa tirtiri jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lana waa munkar wataqyiru lmunkari bilyadi in istataaca alcabdu dalika waajibun munkarka in gacanta loola tago lagu dooriyo lagu bedelaa hadduu addoonku awoodiyo waa waajib ayuha almuslimuuna cibaad allah guryaheennu ha noqdaan kuwa ku camina wax shayaadiinta ka didiya oo shaydaanku uu ka murugoodo tawxiid iyo alla ku xidhnaan iimaan iyo khushuuc cibaado iyo xus ilaahay guryaheennu ha ka madhnaadaan oo kuwa ka fog ha noqdaan waxa shaydaanka ka farxinaaya ee albaabada u furaya u sahlaaya guryaheenna inuu soo galo wanasalu llaha subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi lxusna wa sifaatihi lculya an yuciinana cala dalik اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد